بقول لك الصيت ولا غيره، الاخ الصيت بيقول لي يعني هو الشيء ده بيفكرني عند جماعه البدو عندهم مثل، قالوا لي ان في اخوان من الشرقيه بتوع صن دول قريبين من لغه البدو، واحد رايح يزرق فما خدناش حاجه، فهو رايح يقول لها والله ده انا وانا جاي كنت عاوز اجيب لي عيال برتقال، تقول له ليه كده كتير عليك؟ قال لها اسكتي وما جابش. وبعدين يقول لها والله العظيم ده الراجل كان عنده بلح سمح كان نفسه يجيب لي بلح، تقول له لا يا اخويا، قال لها اسكتي. وبعدين قالوا الراجل عندي قصاب ايه؟ والله قال لك نجيب له مربط قصاب يمص، تقول له ليه كده؟ قال لها اسكتي خليهم يمصوا، هو ما جابش اصلا بس بيتخيل. فبعدين الولد اتغاظ، خال بارد ده، قال لي والله يا خالي احنا كان نريد نذبحه لك بس انت جيت متوخر. قال لي لا ما عليك اللي طويل وخلق بايت يعني اذبح بايت. خال بارد. وبعدين ممكن تعمل معاهم قصه الفرخه، عارفها؟ مش هنقولها دلوقتي شويه.